العراق اليوم جاهزيته كجيش وقوات عسكرية وأمنية قادرة على الدفاع عن نفسها، فنحن ليس في أمس الحاجة اليوم فقط إلى الدعم وتطوير كفاءاتنا وعدم حاجتنا إلى أي قوات قتالية أجنبية على الأراضي العراقية. لكن ظروف العراق اليوم تختلف عن ظروف 2014. نعم هناك خلايا نائمة يتم معالجتها يوميا عن طريق أجهزتنا البطلة. بكل تأكيد العراق لا يشبه أفغانستان. الحرب ضد داعش وجهوزية قواتنا حطت أو فرضت جداول خاصة، هذا تعتمد على المفاوضات التي سوف نجريها في واشنطن.